كما أنا صغيرة نزعوا الإجري شلوا الإجري وأمي توفت، وبعد شي سنتين ثلاثة توفى بي وبطل عندي حدا يساعدني، صرت لحالي أنا بهالدنيا أتعذب يعني أتخوت أنا وياها. مع كل قلب باخدها من العالم صد أنا بحس بسكينة، بحس بمنزلة، بحس بتطليعة إنه ارتق واشمئزاز. فكل العالم إنه مثلا ب500 بدهم يشتروك أو 250، بس لا يعني مجبورة ما عندي بديل. أكثر نهار طلعت فيه من الساعة 7 الصبح للساعة 11 بالليل، 11 وربع 20 ألف. حاسة العالم صعبة لو شو ما كان بغض النظر، لما الله يفرج علي ويكون معي بجيب علكة، بجيب ورد، إنه بيعون هيك، بحس حالي إنه ما عم باخذ من حدا وعم بشتغل بكرامة. أكثر شيء بضايقني بالوقفة مثلا نظرات العالم، طلعات العالم، يي ما بتتعبي، يي هون أهلك، يي شو جابرك، يي مثلا معها، يي بتمشي، هيدي مثلا بتمشي كذابة، بس شو بدي أعمل؟ ما في بديل، مجبورة أتحمل. الشمس كانت قوية كتير كتير كتير، وراح عالتواليت دخلت وقعت وما لقيت حدا حتى يلتفت علي ويقول شبهها. قام أنا قلت بيني وبين نفسي يا ريت عندي أم، يا ريت عندي بي، يا ريت عندي حتى أخ يساعدنا أو حتى حدا قريب هيك يمسك إيدي يقول لي شو بك، ليش تعبانة. كثير بتمنى وقت حدا يقول لي شو بك، بس ما حدا بحسب وجع التاني. حلم اشتري ثياب جديدة وصباط وعربية، وما فكر انه هيدا الشهر كيف بدي اجيب اجار البيت. حلمي بس عيش نهار نهار حلو. اللي على الطريق واللي ما عنده اهل مين بدي يطلع فيه؟ هيدا مش حرام؟ انا لو ما امي بيي يموتوا ما كنت وقفت ابدا هالوقفة.